أحد الأخبار الإيجابية النهاردة، وبعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية وصل السفير الإيطالي لدى القاهرة لتسلم مهام عمله بعد اتخاذ روما قرارا بعودته منتصف أغسطس الماضي، قرار عودة العلاقات الكاملة بين القاهرة وروما. تم وسط سلسلة من الإشادات في وسائل الإعلام الإيطالية التي أكدت أن ما يجمع إيطاليا ومصر من علاقات اقتصادية وتجارية. معانا على الهاتف رجل الأعمال الأستاذ خالد أبو بكر، رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي. مساء الخير أستاذ خالد. مساء النور دكتورة جيهان. أهلا بحضرتك. يعني إيه نتائج عودة السفير المتوقعة في العلاقة بين البلدين اللي كانت انقطعت منذ فترة؟ الحقيقة إن في ال 18 أو 19 شهر اللي فاتوا شفنا فيها بعض التوتر. العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية والعمل الأعمال اللي كانت موجودة وقائمة بين البلدين لم تتوقف، وكان في بعض المشروعات اللي في حيز اللي لسه التنمية وهتتعمل، بعض هذه المشروعات تم الاستكمال فيها وتمت. انما طبعا عدم وجود سفيرين على مستوى علاقات دولتين كبار زي دول مصر وايطاليا وما يجمعهم من علاقات استراتيجيه هامه ومسؤوليتهم السياسيه والامنيه في الناحيتين من البحر المتوسط من شمال ايطاليا ومن جنوب مصر، مسؤوليه محاربه الارهاب سواء والارهاب وعدم الاستقرار الموجود في منطقه البحر المتوسط سواء في سوريا او في ليبيا، وكذلك الهجره الشرعيه والتنسيق لمواجهتها. نعم. كل دي امور اكبر بكثير جدا من العلاقات التجاريه والاستثماريه العاديه. وطبعا لا يستقيم الامر في عدم وجود ممثلين رسميين او سفراء رسميين للدولتين في مثل هذه الظروف. طبعا مصر برضو حضرتك احنا في السنه ونص اللي فاتت دي مصر شافت كميه عدد من الاصلاحات والقوانين الجديده سواء كان في مجال تحليل سوق الغاز، قوانين الاستثمار، قوانين الافلاس، قوانين تصحيح مسار التداول العملات الاجنبيه والصرف والبنك المركزي وامكانيه الشركاء الاجانب لاعاده انهم يرجعوا ارباحهم وينقلوها الى بنوكهم. كل هذه حاجات اصلاحات كثيره جدا حصلت في مصر بالاضافه لمشروعات التنميه الكبيره. زمايلنا وولاد كتير جدا ما جاتلهمش فرصه الايطاليين انهم يتعرفوا على كل هذه الاصلاحات. طيب أستاذ خالد، يعني حضرتك شايف إيه الدرس المستفاد اللي احنا ناخده من الأزمة المصرية الإيطالية اللي حصلت وقطع العلاقات؟ الدروس المستفادة مهمة جدا. أولا احنا يعني تأكدنا مدى العلاقة ومدى قوة العلاقة الشعبية، وبقول كلمة الشعبية بين البلدين، لأن حضرتك مجتمع الأعمال في البلدين وأنا مجتمع الأعمال مصر وقف مع حكومته مجتمع ونسقنا بين الجانبين، وكذلك مجتمع الاعمال الايطالي. مجلس الشعب المصري مشكورا عدد من اللجان والرؤساء والاستاذ محمد السويدي، حصل عدد من التحركات على مستوى المجالس النيابيه سواء كانت في ايطاليا او في براسل على المجلس الاوروبي. حصل عدد من التنسيق طبعا الامني اللي حصل وعلى مستوى النائب العام. كل هذه اكدت ان لما حصل سوء تفاهم في فتره ما اعتمدنا على الزخم الشعبي اللي عندنا بين الشعب الايطالي والشعب المصري، وقدرنا كلنا متجانسين مع الحكومه المصريه. والنهارده دور مصر الريادي في المنطقه ده ما ينفعش ان اوروبا حتى او جنوب اوروبا ناحيه المتوسط تنسق سياساتها بدون التنسيق التام مع مصر. النهارده هذا الدور الرائد قدرنا نثبت ان احنا لازم نتواجد في الساحه. النهارده الخطا اللي حصل ده تعلمنا منه ان احنا لازم من اول لحظه لو اي حد عنده مشكله يواجهها، لو في امر خطا او حصل خطا، وده بيحصل حتى في ايطاليا وفي بلاد اوروبا تحصل اخطاء كثيره ايا كانت، اكيد وبتحصل بعض الحوادث ما بنعرفلهاش اسباب لحتى هذه لغايه النهارده. الولايات المتحده ورؤساء كينيدي وخلافه بتحصل حاجات كثيره جدا. فمش عايزين نقف عند حاجه يعني انسيدنت صغيره، وطبعا بنحترم واحنا بنقدم تعزينا لاسره اي حد كان دفع على مصر وحصل له اي موقف، انما ولازم بعد كده نواجه الحاجات بصراحه وحقائق. انما النهارده دي ما توقفش
مسؤوليه يعني تاريخيه بين البلدين في قياده أكيد. المنطقه دي في مرحله حرجه جدا، مرحله فيها اعاده تنظيم الاوراق في ليبيا، مرحله فيها تنسيق الهجره غير الشرعيه دي ووقفها وايجاد البدائل، ولازم التنسيق على اعلى مستوى. فاحنا كمجلس اعمال وكمجتمع اعمال بنرحب بخطوات الحكيمه اللي الدوله يعني مشيت فيها في الفتره الاخيره، في اخر يمكن اقول تصحيح مسار اخر 8 او 10 اشهر بكل حكمه وكل وضوح. النهارده وجود سفيرين في روما وفي القاهره هيساعدنا كمجتمع اعمال، وهيساعد الاستثمارات الايطاليه في التعرف على الاصلاحات الكبيره. وعايز اقول لحضرتك حاجه، الاستثمارات الايطاليه ما وقفتش، انما الاستثمارات الكبيره العملاقه اللي هيكون داخله في مشروع قومي عايز استثمارات وضمانات لمده 20 سنه. المؤسسات التمويل بتبص شويه على العلاقات بين البلدين، فلما اجي انا مؤسسه التمويل والاقي ما فيش تمثيل دبلوماسي على مستوى السفراء ممكن يؤخر. فالنهارده وجود ورجوع السفراء وضع صحي، وضع هيشجع الجانب الايطالي ان يبقى ليه حظ ونصيب من الاستثمارات في مصر. ونتمنى للسفير هشام بدر، هو من اكفأ السفراء من ضمن مجموعه اكفأ السفراء في وزاره الخارجيه المصريه وخبره كبيره جدا في الامم المتحده وسفير ناجح في اليابان، بنتمنى له كل التوفيق وبنتعاون معاه واجتمعنا معاه 3 مرات في الشهر ونص اللي فاتوا. انا عايز اطمن الناس ان العلاقات بيننا وبين ايطاليا على المستوى الاستثماري والتجاري لم تتوقف. بشكر حضرتك رجل اعمال استاذ خالد ابو بكر رئيس مجلس الاعمال المصري الايطالي.